طالبة زينب مسعود، اتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، عبادة عظيمة من العبادات التي تتقرب بها إلى رب البريات، عبادة هي من أبواب الجنات، عبادة